السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أنا سالم من جديد معكم إيهاب محمد من قناة وينو كونكر. فيديو جديد من فيديوهات كول أوف ديوتي موبايل المميزة. النهاردة يا جماعة هنشرح مهمات السنو بورد المميزة، صراحة رهيب جدا جدا جدا. السكن بصراحة سنو بورد كول تايجر رهيب جدا جدا، وهكمل المجموعة بتاعت التايجر اللي معايا من السلاح الام 13 اللي انتوا فاكرين، فحاجة رهيبة جدا بصراحة، بصراحة حاجة رهيبة جدا. طب السكن ده بيجي ازاي او المهمات بتاعته ازاي؟ يعني لسه في كمان شويه حاجات كده، هو بس عموما هنشرحها. اول حاجه العب 3 ماتشات في ماتشات باتل رويال، سافر 1000 متر يعني تقريبا كيلو في بالسنو بورد، سافر 4000 متر يعني 4 كيلو بالسنو بورد، انزل في منطقه السنو بورد ريس 3 تايمز، تخلص سباق بتاع السنو بورد في 70 ثانيه، السباق فيه سباق كده في باتل رويال خلصوا في 70 ثانية. بيقول لك كمان فينيش سنو بورد ريس، وكمان في مهمة تانية تخلص السباق في 60 ثانية، وفي مهمة تانية تخلص السباق في 50 ثانية، ويطلع التوب العاشر من التوب العاشر يعني 3 مرات، وبكده انت خلصتها. يبقى هي محسوبة كام؟ يعني 20 هم عايزين 120، 30 50 60 70 80 80 100 120 بالظبط، يعني هي محسوبة على عدد الثواني بالظبط يا معلم. لسه عشان انت برضه هتخش في فينيش سنو بورد ريس لازم تخلص السباق كمان. بصراحه حدث جميل جدا جدا جدا، مش محتاج اي حاجه، حاجه لذيذه خفيفه كده، بيخلص تخلص بيها سريعا سريعا يعني، وتاخد الايه السكن الرهيب ده. دي كانت المهمات يا جماعه مميزه في السكن الرائع دي، غير كمان شويه سكنات عندك كولين كار دي كونستراكشن ديزاين اندر كونستراكشن حلو، اي تي في سيت سكيب، عندك كمان سكن الديفندر، فا يعني اسكنت طب لحد ما، بس طبعا اسكنت التوب هو السنو بورد. كان معكم يا محمد من قناة نكونكر، ما تنساش لايك الفيديو واشتراك في القناة، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.